ثم جاء بالباب الخامس، هذا آخر باب في هذا القسم، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جاء به؟ سبحان الله، أكرر، نعم أوقف، لماذا جاء بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن من تحقيق التوحيد المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا جاء بهذا الباب والله أعلم لسببين. الأول، أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى التوحيد. أسمع شيخ معاذ، بعض الناس يقيم في بلاد الكفر، والله وأنت تعرف هذا أكثر مني، يقول لم يخطر على بالي يوم من الأيام أن أتكلم مع كافر أقول له الإسلام دين حق ولا أعطي كتاب، صح؟ وهو هيأ الله سبحانه وتعالى له فرصة الدعوة إلى الله، الله سبحانه. لكن لو تسأل، اسمحوا لي بهذه الكلمة، بعض الطلاب، بعض المشايخ يقول أنا أسأل الطلاب، أسأل الحجاج عندما يرجع من الحج، يرجع من ماذا؟ من الحج، عندما يرجع أقول أسأل الحجاج، ذهبتم مكة المدينة؟ نعم طبعا. حج، التقيتم بالطلاب؟ نعم. ماذا صنعوا معكم؟ علموكم؟ قالوا لا. قالوا إذا ما المناسبة في لقاء الطلاب؟ قال يضيع علينا الهدي والفنادق. صحيح، لا مانع أن الطالب يبيع ويشتري، لا إشكال، لكن الإشكال، كل الإشكال أن يأتي هذا هنا، صح، وأنت تعرض عليه تجارة، وأعظم تجارة مع الله لا تعلم ولا ترشد، أقل شيء خذه إلى درس الشيخ عبد المحسن العباد، صدق والله، خذه إلى الإفتاء، خذه، تعال تأخذ كتب، عندنا كتب مهمة رائعة تستطيع تأخذها، احذر من البدع، الزيارات الشرعية في المدينة، عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، ولا يمكن أن تشد الرحل إلى دعوة إلى الله، تفتي لا، تتفلسف لا، تخرج عن النص لا، لكن ادعو الى الله يا اخي، خذ رساله اعطيها للكافر، الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله. اذا اراد ان يبين ان المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو الى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، واراد بهذا الباب ان يرد على من يقول انه اول ما يدعى اليه الصلاه، قال لا، حتى ممن دعوا قبل هذا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لديهم كتب منزلة من السماء، لديهم حجج، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين، مناظرة لا، هل ناظرهم لا، بين أخطاءهم لا، بين ما عليه النصارى واليهود لا، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله، مفهوم؟ إذا جاء بهذا الباب لسببين، أراد أن يرد على من يقول أن أول ما يدعى عليه الصلاة، وأراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خمسة أبواب بعيد، الباب الأول وجوب التوحيد، وجب عليك التوحيد لابد يذكر لك فضل التوحيد حتى تشتاق وتتدخل، تشوق يريد منك أن تحقق التوحيد، حققت التوحيد، من تحقيق التوحيد لابد تخاف من ضد من الشرك، وإذا حققت التوحيد وخفت من ضد لابد تدعو إليه، لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، ورد على بعض الفرق الضالة الذين قالوا أنه أول ما يدعى عليه الصلاة، لا، أول ما يدعى عليه التوحيد.